في البدايات الأولى لعمل لجنة جهوية لحقوق الإنسان منذ ما يزيد عن 10 سنوات، كان الطموح انتقاء أسماء مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتشبع بالقيم وبالمبادئ الحقوقية الكونية والقدرة على المساهمة في الدفاع عنها وإشعاعها بكل عقائد ومسؤولية لتنضم إلى تشكيلة اللجنة. ومن ثم وقع الاختيار على الأستاذ سدر اعتباراً لقيمته الفكرية ولمساره المتميز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. انخرط الأستاذ سدر بكل مسؤولية والتزام في عمل اللجنة الجهوية، وسهر على إشعاع عملها في الإقليم الذي يمثله، وكان تأثيره بارزاً سواء في الحماية أو النهوض، خاصة في مجال تربية الناشئة على قيم حقوق الإنسان من خلال إنجاز العديد من الأنشطة التي ساهم في تأطيرها. الأستاذ سدر بالإضافة إلى صفته الحقوقية التي نخبرها، وذلك هو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، مثقف مبدع من طينة الكبار، يضرب دائما أنيقا في دفاعه عن الفكرة، ويعبر عن الاختلاف في رقي ورفعة، وهي من الخصائص المميزة لشخصيته. وكذلك إنسان مبدئي يمارس قناعاته دون زيف، مثال جميل للأب وللزوج وقدوة ينبغي أن يحتذى أو أن تحتذي بها الأجيال الصاعدة. في النهاية أود أن أعرب باسم كل مكونات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان رئاسة وأعضاء وأطرا امتنان العميق للأستاذ سدر، اعترافا له بجميع ما أسداه من أعمال جليلة في خدمة حقوق الإنسان. نتمنى له المزيد ودوام العطاء والصحة والعافية لمواصلة المسار، وشكرا لكم.